عليكم الحبيبات ديالي، كراكو دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى تكونوا كاملين بألف خير وعلى خير. نتمنى ان شاء الله نتجاوزوا هذه المرحله اللي كنعيشوها حاليا، لانها مرحله جد صعبه وجد حرجه. نتمنى من كل المغاربه يلتزموا بالمكوث في البيت ديالهم، هذه دائما نداء عاجل كننادي به. وكذلك مثال، نتمنى اننا ما نساعدوش على انتشار هذا الوباء بكثره، نجلسوا في ديورنا وكما قلت لكم ديجا نسمعوا لعظامنا. اليوم احبائي جبت لكم واحد الشوربه اللي هي كتقوي المناعه ديالنا، وفيها مجموعه ديال الفيتامينات ومجموعه المحتويات اللي هي غنيه عن التعريف من الفوائد ديالها، وخاصه فيتامين سي، لان احنا محتاجين الفيتامين سي في هذه الاونه. يلا دوزوا معايا المقادير احبائي. شنو عندي في المحتويات نتاع هذه الشوربه الهائله والرائعه؟ عندي شويه الخضار اللي هي متنوعه، عندي الفلفل الاحمر، عندي هنايا كونجلي، وعندي القرع الاحمر والجزر. عندي كل هادو المحتويات حيت كانوا عندي كونجلي في الكونجيلاتور، الى عندكم طريه احسن بكثير، يعني غير شويه شويه، يعني ما بغيتش لان العامل الرئيسي ديالنا الشوربه هو العدس الاحمر. عندي واحد شويه ديال لاصوص طوماط اللي كنت وجدت معكم ديجا في واحد الفيديو، وهذه واحد بصله خضريه وواحد البويرو مقطعين قطع صغيره. وعندي هنا زلافه ديال العدس الاحمر، زلافه ديال العدس الاحمر غسلته مزيان وقطرته. وعندي زليفه ديال الكروفات، وعندي هنايا نص كاس ديال لاصوص طوماط، اي صوص طوماط اللي عندكم ديروها. عندي الملحه، انا كنستعمل الملح ديال الهيمالايا، راه دابا موجوده البنات في مرجان. المره المقبله غادي دابا عندي بعيده كره وريتكم الشكل ديالها اللي كاينه في مرجان. وعندي ابزار الابيض، وعندي شويه ديال الزعتر، وعندي واحد كنور ديال السمك. حنايا انا عندي هذا ديال اسبانيا، ممكن اي كنور متواجد عندكم ديال السمك. هذا زوين البنات، زوين هذا البنات، كيديروا على لي بات وعلى كلشي، مهم السمك المشوي كلشي. انا اليوم غنديروا في السوبه مع الزعتر، هادو هما التوابل اللي غادي ندير. وعندي صوص سوجا والماء المغلى، الماء مغلي. يلا فوتوا معايا للطريقه. اولا خوتي غادي ندير زيت البلديه، لان انا دائما كنقول لكم انا كنصب الزيت البلديه غير شويه، فين غادي نعرق المحتويات ديالي، البصله والبويرو ديالي والمطيشه. بقاو معايا ما تمشيو لاين. غادي نخليها تعرق شويه وانتم معايا. اذا الان غادي نضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار باش يتعرقوا مباشره مع هذا سميتو، ما نديرش بزاف لان عندي داك الكنور. وندير شويه ديال الابزار الابيض وصوص سوجا. هانتوما شحال كندير البنات، ماشي بزاف، وخاصه راه دابا خصنا في الحقيقه ناكلو حاجه الحار بزاف، لانه هو كيقوي المناعه وكيسخن البيت ديالنا. اذا غندير صوص سوجا. صوص سوجا البنات عينكم ميزانكم، انا دائما كندير عيني وميزاني بريسك جوج معالق صغار، لان حتى هي عندها واحد البنه كتواتى غزاله مع الزعتر ومع الحوت. اذا نعرق مزيان هاد البصله ديالي وهاد البويرو، وانتم معايا ما تمشيو ليان. اذا نخليه حتى يتعرق مزيان، وغادي نضيف له الخضر ديالي والعدس والكروفات، كلشي يتعرقوا في مره واحده، عاد ندير لها الماء ونخليها طيب على خاطرها. الان انا زدت الخضر ديالي المجمده، نتمنى تبان لكم. غادي نخليها تعرق حتى هي هنايا. شتو راه ما درتش بزاف ديال الخضر، ولكن راه مزيانه الصراحه، راه جد مهمه. حنا كنعرفوا المنافع ديال هاد الخضر، هادي الفلفل الاحمر والقرعه الحمراء والجزر، كلهم هاد اللون الاحمر كيجي تواتاو مع العدس. اذا غادي نرمي حتى الكروفات،
وغادي نزيد العدس. سمحوا لي كنبغي نوريكم كلشي مزيان. كلشي غادي نديرو يتعرق هنايا. نحطو مزيان هاد العدسين هنا، نخليو حتى حاجه شي مزيان بلاعه. وغادي نزيد البنات لاصوص طوماط. تعطيها واحد الطعم رائع، كتجي بحال الحريره، كتجي لنا حمراء غزاله. اذا دابا غنخلي كلشي يتعرق هنايا، وعاد نسقيها ب سميتو بالماء طايب. ضروري يكون الماء طايب البنات، عمركم ما ديروا الماء يكون بارد في اي طبخه درتوها. اذا الان غادي نضيف هاد كنور ديال السمك. قلت لكم انا اي كنور ديال السمك يمكن لكم تضيفوه، واخا كنور غير صحي كما يقولوا، ولكن ما عندنا عليه هروب الصراحه. هاد الوصفه هادي كيعطيها البنه اكثر واكثر. اذا غنخلي هاد الشيء يتقلى مزيان ونرجع لكم. وما تزبطوش، نسيت ما قلت لكمش البنات، الخل البلزاميك غادي ندير واحد المعلقه صغيره. غادي تستغربوا تقولوا الخل في لاصوص في السوبه، ولكن كيعطيها واحد المذاق رائع جدا، كيبننها حيت هو مستخلص من العنب وفيه فيتامين سي وفيه مجموعه ديال الفوائد. هذا الخل هذا انا دائما كنقولها لكم. بالنسبه للكروبيت اللي درت، انا درت هذا راه موجود الممتاز، كيكون شويه كبير. غنحل لكم تشوفوا راه موجود في الاسواق كامله كاين. خليت شويه حتى نديرو باش يبقى الفوق منها. هذا غادي نطحنو. اذا الان غادي نسقيها ولا نخليها طيب. غادي نديرو بريسك شي لتر شي حاجه، لان انا بغيتها تجيني شويه خفيفه، ما كتعجبنيش انا السلطه قاصحه. وانتم كما بغيتو اصلا غادي نطحنو كلشي وغادي تشوف. اوكي يلا حبيبتي نلتقيو حيت طيب لنا الخضر. تمشي وليان بقاو معايا التالي. اذا اخوتي انا رجعت لكم، صنعت في هذا الصباح. اذا هنا رجعت لكم، دابا طابت لنا السوبه ديالنا، دابا غادي نطحن وهي واجده للتقديم. اوكي تمشي وليان انتما معايا باش ما نصدعكمش. غادي انتما معايا تمشي وليان. اذا الان طحنتها اخوتي فوالا، نقربكم ليها باش تشوفوها مزيان. شتي كي كتجي انا ما كنبغيهاش قاصحه، تعجبني على هاد هكا التكستور اللي راه فيها دابا هكا. طحنت فيها داك الكروفيت، دابا غادي نزيد نرمي فيها شويه ديال الكروفيت باش يجيني كي ناكل هكذاك. وغادي ندير فيها شويه ديال الزعتر والسلطه عناني. غادي ندير فيها شويه ديال الزعتر، الزعتر راه تبارك الله عرفنا الفوائد ديالو مع هاد كيحمي يعني مزيان، عندي الفوائد. كان غندير فيها شويه ديال الزعتر وغادي نرمي فيها ديك الكروفيتات اللي راهو باقيين عندي هنايا شويه وصافي. يلا حيت غتوجد ونقدمها لكم والف صحه وهنا. وبهذا المنبر انا كنحيي تحيه عاليه لرجال الصحه، نسيتهم في الفيديو السابق، وانما هم راهم في القلب دائما معنا، لانهم كيسهروا على الراحه ديالنا والطمانينه ديالنا وعلى سلامتنا والصحه ديالنا. اذا تحيه عاليه لهم، وانهم كيسهروا من اجلنا مساكن وكيبعدين على الاسر ديالهم على وليداتهم. الله يحفظهم والله يخليهم لينا. يلا حبيباتي نرجع لكم من بعد ما توجد السوبه ديالي. اذا خوتي خواتاتي، هاي السوبه ديالنا وجدات نتاع العدس الاحمر بالكروفيت، رائعه جدا والفلافل.
غنية بالفيتامينات، لا تعد ولا تحصى الفيتامينات اللي فيها. احنا كنعرفوا العدس الحديد والفوسفور والمغنيسيوم، يعني مجموعة ديال بلا غاديش نبقى نذكر لكم انا الفيتامينات اللي كاينه في العدس راكم كتعرفوها. وغادي قدمتها مع شويه ديال التمر الحامض بطبيعه الحال، شويه ديال الشريحه، شويه ديال الفرماج والخبز ديال الزرع ديال الشعير. حنا محتاجين ناكلوا الخبز ديال الشعير البنات المنزلي، اذا هذا هو العشاء ديالي. هنا شويه ديال الفرماج جوده، وغادي نزيد لها شويه ديال الزعتر. اللي بغات تزيد لها الفرماج كريا تزيدو، انا درتو كيعجبني ناكلو هكذاك مع الخبز. اللي بغات دير تقدم البيض، لان اصلا فيها الكروفيت، الكروفيت راها بروتينات والفرماج راه بروتينات، وعندنا السكريات وعندنا الحامض فيتامين سي. اذا خوتي الى هنا نكون نهيت الفيديو نتاع اليوم، وشهية طيبة، والله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين ويحفظكم انتما احبائي عزيزاتي اعزائي. الله يحفظكم انتما وينجيكم من هذا الوباء، الله ينجي جميع البشرية جمعاء على الكرة الأرضية، الله يجعله يمر بأقل خسائر المادية والإنسانية. هذا هو الكلمة ديالي أخوتي، إلى هنا كنقول لكم جلسوا في ديوركم ثم جلسوا في ديوركم ثم جلسوا في ديوركم، وتناولوا الأغذية الصحية، خبيز ديال الدار بالشعير والقمح رائع جدا، شوية البيض، شوية ديال الدجيجة، شوية كل نهار ورزقوا كل نهار نتوما شنو غادي يدير. بالنسبة للمناسبة بغيت نوريكم الملحة ديال هيمالايا، راه دابا موجودة في كانت ما كتكونش عندنا، دابا راه ولاو كيجيبوها مرجان، شوية غالية صراحة، عيقوا في الغلاء ديالها. أنا هذه فيها 500 غرام نص كيلو شريتها ب 69 درهم، ولكن في إسبانيا كدير 4 أورو، يعني 4000 فرانك الكيلو ماشي 500 غرام. هنا شوفوا شنو شحال زايدين، يعني والله ما هذا منكر. وكذلك مثال بغيت نوريكم العدس الأحمر، أنا لقيتو حتى هو كيتباع، وأنا نبروفيتي لوكازيون لقيت غير جوج باكيات حزيتهم بجوج، كيجي به الشوربة رائعة. داك غير الشوربة خصيصا غير الشوربة، ماشي كيجي ماكلة يعني بحال العدس ديالنا الآخر الأخضر، لا هذا ديريه غير شوربة، سواء مع السمك ولا مع الخضار أولا مع بوحديتو، كيجي رائع مع القزبور والكرافس والمعدنوس. أنا اليوم ما درتش فيها الربيع، درت فيها غير الزعتر. يلا حبيباتي شهية طيبة وبصحة والراحة، والله يعافينا ويعافي جميع المسلمين. يلا خوتي بسلامة.